عاود ستابيليز عاود ولا كيما كان، لكن هناك سون جامي سون جام مع الصباح كي يسخا واحد وكل جبار بين شكون اللي شكون اللي بيسوي الطرح ديال الخايف باش كيتابعين جميع اللاعبين دون ما يحرم لا اي صوم يقول لي سهل صوم ما قلت لك ما تصومش بلو كيستيونير هذا دونك فوز افي انا الهدف من هذا اليوم ان نجاوبوا الاسئله بزاف ديجا الديابيتيك يسوبوز اسكو ديجا نقدر نصوم ولا ما نقدرش نصوم اسكو هذا الصيام يشكل عليا خطر اي كي نصوم الدواء تاعي كيفاش لازم نشربه وقتاش لازم نحبس الصيام يولي عندي خطر وكيفاش نقدر نقيس السكر تاعي هي ما خص يا رمضان والسكري بصفه خاصه يعني عنده ميزه ميزه خاصه لان في رمضان هناك فئه من المرضى اللي تصوم وفي انا لا تصوم هي في الواقع كلا هما يحتاجون نصائح عشان حتى اللي ما يصومش يعني الحياه اليوميه حتغير في رمضان وتاثر على السكر ديالو ولكن اليوم اكدنا اكثر على الناس اللي تصوم رمضان يعني بديك اللي يصوم رمضان ومن اهم النقاط كنا عليها اهميه السحور عنده ركيزه جدا مهمه